نفسك بقى. انا اكلم نفسي؟ انا اللي هخليك انت تكلمي نفسك؟ انت مشيتك في الشارع تبص وراكي؟ وريني بقى يا حبيبتي هتطلقيني ازاي؟ انا هعرفك انت متجوزه مين. الو ردي، انا هجيب البوليس. يا عم اهدى، ربنا ما يجيب بوليس. انت مين بقى؟ انا سامر. انت اللي مين؟ ايوه سموحه. ايوه حبيب قلبي، لا خد راحتك خالص، انا فاضي. تقدر تقول عاطل؟ لا 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 لا، واحده واحده عليا كده وقول لي ايه مشكلتك وبعون الله هتلاقي عندي الحل. القمر بيطلع الصبح ولا ايه؟ انا اسف اني ركنت مكانك. يعني هي عربيتك على كبانين ولا سوست؟ هي سوست. صوري العمارة دي كلها ما فيهاش غير اسانسير واحد هو اللي شغال. عصبيه انت طالعه عند الدكتور النفساني اللي فوق؟ افندم حضرتك بتستظرف. عسل عسل. برجلك اليمين، برجلك اليمين. حضرتك ساكنة جديد هنا؟ عادي. يلا اتفضل. ها؟ لا الحقيقة مش دوري. أزأزي؟ أبيض ولا أسمر؟ فندم. سلي نفسك، السكة لسه قدامنا طويلة. بلاش نجيب عسلية؟ سندوتشات؟ حاجة ساعة؟ لا دي بقالة بقى. تعرفي أنا مرة قمت بالأسانسير الساعة 12 وصلت واحدة وتلت مع إني كنت واخد المحور. إيه اللي حصل ده؟ وقف عطل. عطل؟ عادي بيعملها كتير. لو سمحت، في عندكم عثمان؟ عثمان مين؟ مش لما الاسانسيرات عندكم بتعطل بتنادوا على عثمان؟ اه قصدك البواب؟ لا اللي عندنا اسمه دسوقي جبران ابو فايزة. يا دسوقي يا دسوقي. مش هيرد. اصل دسوقي جبران ابو فايزة اخد فايزة وراحوا يصيفوا في اسوان. بس اسكت اسكت. هو حضرتك عصبية كده ليه؟ آه! ايه ده؟ انا كلاستروفوبيك. كلاستروفوبيك. وانا بدر النواساني، فرصة سعيدة يا فندم. انت بتهزر؟ انت ما تعرفش اللي عندهم كلاستروفوبيا بيحصل لهم ايه في الامامين المغلقة؟ ايه الكلاستروفوبيا دي؟ في ايه يا انسة؟ في ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ يا ذوقي يا ذوقي يا ذوقي يا فايزة يخرب بيتك. يا ريلاكس يا حد يا دكتور النساني. يا بنتي مجنونة. مدام رشا اهلا وسهلا. الاستاذ عسكر بشورة. طيب ممكن حضرتك تفضلي تستريحي 3 دقايق لحد ما بلغه؟ ما بستريحش وما عنديش وقت، بس هو عنده عملاء مهمين قوي جوه. والله مدام رشا ثواني بس ابلغه، بس اديني فرصه اقول له. في ايه؟ يرضيك حد يمنعني انا؟ انا رشا الورداني. انت لسه قاعد تكن الله يا فندم. لو عارفين سيادتك جايه كنا خدنا معاد تاني. بالعكس دي فرصه سعيده جدا ان احنا نتقنها بحضرتك. في مشاريع مشتركه كتير، يا ريت ندرسها. بعدين بعدين. طيب نحدد معاد تاني بقى يا عسكر بيه. احنا هنبقى على اتصال مع بعض. ها قوليلي بقى ايه الحكايه بالظبط؟ شكلك يا رشا مش عاجبني، في مشاكل في الشركه؟ طلقني. ايه ده؟ انت ايه اللي بهدلك بالشكل ده؟ انت مالك انت؟ اتخانقت؟ مفيش دعوه، البتاعه دي مظبوطه؟ وبوش شكر قوي. طب قولي ايه اللي حصل؟ بطلي تحشري نفسك فيا. ليه اتوبيس؟ ليه كده صلاح؟ طب ثلاثه بالله العظيم انت اتضربت. مها
نعم. انا عايزك تلعبي الرياضه. ليه؟ اي حاجه تشغلك عني. كبهات. لا 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 كده ازعل منك يا رشا؟ معقول الكلام اللي بتقوليه ده يا بنتي؟ انت متجوزه بقالك 3 شهور بس لحقتي؟ وبعدين انت راسيه من فرحك، مصر كلها اتكلمت عليه، فرح كان زي الفل ما شاء الله. تعالي. اوكي اوكي مش عاوزه اطلع. انا سعيد، انكل فؤاد عسكر سعيد بيكي قوي كده عين العقل. انا بقى عاوز اخلعه لانه مش عاوز يطلق. حمار حمار مين اللي يتجوز واحده زيك ويطلق؟ ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. انا جايه لاكبر محامي في البلد، مش جايه لمأذون شرعي. مأذون شرعي؟ رشا يا بنتي انا بعتبر نفسي في مكانه ابوكي بالظبط، الله يرحمه ويحسن اليه. فتح على روحك. بابي عند ربنا، بابي عند ربنا. المهم حضرتك دلوقتي تعمل لي قضيه خلع مستعجله. عايزه قضيه خلع؟ تبقى القضيه دي مش عندي، مش اختصاصي. مش اختصاصك يعني ايه؟ يظهر انك مش واخده بالك يا مدام رشا. بص قدامك شوفي مين. انا فؤاد عسكر المحامي، محامي كبير قوي. انا عقوبه المحامين في البلد. انت عارف المكتبه اللي قدامك دي؟ في دماغي 15 مكتبه زيها وكتب كبيره كده. انا هترافع في قضيه بس، اي قضيه في البلد المحاكم كلها تقف على رجلي. يدرسوا مرافعتي، يدرسوها للطلبه في الجامعه، لان بتاع القضايا الكبيره. ايوه قضايا الرشوه، قضايا المخدرات، انا بتاع الفساد. انا ما يوكلنيش اقل من وزير ونازل، والاخر عاوزاني اترافع في قضيه خلع. نهايتي، ايوه نهايتي، نهايه ماساويه لمستقبلي السياسي والادبي. اوكي يا استاذ عسكر، التوكيل اللي مع حضرتك هيكون ملغي بكره الصبح، وحالي كمان الشيك ابو 50,000 اللي بيوصلك كل اول شهر وبتدفع منه مرتبات الجيش اللي بره. طول عمرك عصبيه والله، انت عصبيه النهارده والله عصبيه. ايه الواحد ما يعرفش يتفك معاكي ولا ايه؟ انا القضيه بتاعتي اهم من اي قضيه عندك، وانا اهم من الوزراء اللي بيجولك. اهدي اهدي يا رشا هانم. ممكن ناخد واحد ليمون ساقع في كبار الزوار كده؟ انا فهمت الموضوع كويس. اسمح لي اقول لك يا سامح بيه يا محترم، انك راجل مبعر. ايوه ومش قد كده ودلدول. ما هو الراجل اللي مراته تمشي كلامها عليه يروح يعمل عمليه ويبقى زيها لا مؤاخذه. ايوه الو سموحه، فين روح ولا ايه ده؟ تاكس فين السرايات؟ الكلام ده الكلام ده كبير. ما قلتليش ايه رايك في القصه دي؟ حلوه قوي، بس ما خدتيش دقنك ليه بالمره؟ والنبي في كده ايه في مالك؟ اتحجبت وما عجبتش، شلت الحجاب برضه ما عجبتش. قول لي اعمل ايه اكتر من كده؟ ربنا يتولاك. بدر مها تعالوا لي في كبار الزوار. انتي؟ انت تاني؟ في ايه؟ استاذ فؤاد زي ما حضرتك سمعتها المفروض تسمعني انا كمان، انا ما قربتلهاش، دي عندها جلاكسات ولوبيا في اماكن مغلقه. انت اللي لعبت في زراير الاسانسير عشان يعطل. وعطله ليه؟ وانا عيل؟ ايه ده يا ابني؟ انت تعرف الهانم؟ اطلاقا. امال مالكوا داخلين في بعض زي الديوك الرومي كده؟ انا هحكي لحضرتك. اسكت يا فندم. وبعدين يا بدر؟ رشا هانم صاحبة أكبر شركة لتصنيع الملابس الجاهزة ومصممة أزياء عالمية. إيه يا ابني؟ وهل يخفى القمر؟ المدام شهرتها سابقاها، وبعدين شفناها قبل كده كتير في برامج الأزياء والموضة في التلفزيون. ودول بقى يا ستي الأستاذة مها علم الدين والأستاذ بدر النوساني المحامي. ده محامي؟ لا رجل كنبة، مش مال عينك يا مدام؟ وكمان فلاح؟ هتلاقي محامي من السوق الحر يا أستاذ فؤاد. ولا من جروبي بالقشطة. استنى يا بدر. رشا هانم إذا كنت سعادتك عايزة تخلعي جوزك بجد مفيش غير ده ودي، هما اللي هيخلعوه. دول يخلعوا الأسد من مراته. بس أنا عايز سعادتك يعني تشرح لهم ظروف القضية بالظبط. مش هوصيكوا يا ولاد. يا أستاذ في عينينا. طيب أسيبكوا أنا بقى. أهلا
على فكرة يا مدام، مش شرط ان المحامي يملى عين الزبون او الزبونة، المهم انه يملى عين المحكمة والقاضي اللي بيترفع قدامه. بالمناسبة اللي قدامك ده ماجستير في القانون، استاذ بدر. اسمي بدر يعني قمر. ندخل في الحيثيات. ما هي الأسباب والدوافع القانونية الداعية إلى طلب خلع زوجك؟ ممكن ترجمة لو سمحتي؟ ترجمة؟ يعني إيه أسباب الخلاف؟ بالبساطة دي؟ بيشخر. نعم بيشخر. حضرتك عايزة تخلعي جوزك عشان بيشخر؟ بيشخر في البيت؟ طبعا. ده هيكون بيشخر وهو نايم؟ أكيد. ده تسيب، ده استهتار. قلتلي يا غرالها ايه يا ناس؟ يعني ايه راجل محترم يشخر في بيته وهو نايم؟ ما انا كمان زهقت، ما كنتش اعرف ان الجواز ممل بالشكل ده. هو حضرتك متجوزه بقالك قد ايه؟ 3 شهور. 3 شهور؟ وايه اللي سكتك المده الطويله دي كلها؟ عندك حق، انا فعلا صبرت عليه كتير. طمني يا مدام، انا هترافع في القضيه ديت وهكسبها. بس هترافع عن جوزك. قال بيشخر قال. ما كل الناس بتشخر. ده مش بعيد القاضي اللي هينظر القضية يكون بيشخر. نقول له ايه ساعتها؟ دي ما يدبكيش غير بيت الطاعة. قسم بعز الجلال الله، لو انت مراتي لخلف الراش الزوجية بتاعك حصيرة وقلة مية، واقعد اشخر لك ليل ونهار بسبب وبدون سبب، ولو خرجت هجيب لك شخارة بالكهرباء. فرصة سعيدة مدام، قضيتك خسرة. البني ادم ده لازم يترفض. ما اقدرش ارفضه. ما تقدرش ترفضه ليه؟ ابوه يضيعني. يطلع مين ابوه؟ عمده. عمده؟ حته عمده تعمل له حساب؟ امال لو كان محافظ كنت عملت ايه؟ كنت رفضته حتى لو ابن رئيس الوزراء، برضه اطرده من المكتب. لكن الحاج عبد الرحيم النواساني ده بيتحكم في 25,000 صوت انتخابي. لو قال لهم رمز الجمل 25,000 تذكره جمال. لو قال لهم رمز القفل 25,000 تذكرة فال ونصجرة. أرفض ابنه يعني أخسر الانتخابات. أوت أوف إيريا، برا اللعبة. وبعدين تعالي هنا، أنت مالك وماله؟ أنت مش عاوزة تخلعي؟ خلاص نخلعك. مها اقعدي معاها. إيه المشكلة يا مها؟ يا فندم المدام ما عندهاش أسباب مقنعة خالص، وبعدين ما اعتقدش ان في محكمه هتاخد بالكلام بتاعها. واحنا كلامنا فين يا نسا؟ يا استاذ موجود، بس لازم هي توافق الاول. طيب انا حاسب المكتب، يعني انت فاهميها كده على انفراد، انتوا ستات زي بعض. انا سامها هتعرض عليك الخطه، لو وافقتي عليها اعتبري نفسك خلعاه بالتلاته. شوف يا مدام رشا، الطلاق والخلع لازم لهم اسباب قويه، اسباب جباره. جوزك بيضربك مثلا؟ ما يقدرش، البودي جاردز بتوعي قطعوه. حضرتك عندك بودي جاردز؟ امال همشي كده عريانه؟ لا طبعا ما يصحش. طيب مدام رشا، بخيل ما بيصرفش عليكي؟ انا مش مستنيه منه حاجه، وبعدين هو غني وانا غنيه، ومساله الفلوس دي ملهاش اي قيمه. بقول لك بيشخر، تافه، ممل. طب هو كويس؟ يعني ايه كويس؟ اقصد صحته يعني كويسة؟ زي البغل. بغل بغل، ما قلناش حاجة. انا بقصد يعني لما بتبقوا مع بعض يعني كويس. Do you mean when we have sex؟ لما بننام مع بعض يعني؟ بيفضل بغل بقى ولا بيقلب على معيزي؟ ما اقدرش اقول اذا كان كويس ولا لا، ده اول راجل في حياتي. لكن السرير كان بيبقى عامل زي حلبة المصارعة. اللهم صلي على النبي. بس احنا كده اختلفنا، علشان حضرتك تطلقي او تتخلعي يبقى مفيش غير سبب واحد قوي، انك تقولي انه ما بيعرفش. بس هو بيعرف. بيعرف؟ يبقى احمدي ربنا على النعمه اللي انت فيها واستحملي الشخير والمال. اوكي اوكي، ما بيعرفش، عمره ما عرف. هنكتب كده في عريضه الدعوه، ما بيعرفش، انتهينا، ما بيعرفش. لا يعرف. Thank you.
كلمة وملهاش أخت وعاوز عليها رد. مين فيكم اللي كان عايز يبلغ المركز؟ أنا يا جناب العمر. كنت عايز تعمل كده ليه يا ولد؟ العركة كانت كبيرة والدم للركب، قلت ما فيش غير الأمن المركزي يفضها قبل ما توصل. وانت بقى اللي بتقول اليومين دول يا ابن ستيتي. يا جناب العمر ما تقولهم يا ولد، قول لهم انك شغال مرشد عند ضابط المباحث الجديد. مش هو برضك اللي جاب لك كارت التليفون المحمول؟ المحمول اللي بعت نحاس امك عشان تشتريه. اوعى تفتكر يا ابن ستيتي ان الحاج عبد الرحيم النواساني في حاجه بتعدي من ورا قفاه. يرضيكم يا رجاله يعيش بينكم مرشد يفتن عليكم؟ شيخ الغفر تحت امرك يا جناب العمده. خري التليفون من الجاسوس ده وكسره واتسعوا قلمين والتالت على قفاه وارميه بره المجلس. امرني يا باشا. تمام سعادتك، ظبطته. استراحة نشرب الشاي، بس يكون في علم الجميع الغلطان هيدفع غرامة فدان أرض. وبعد كده صافي يا لابد ونرجع حبايب زي ما كنا. نلتقي بعد الفاصل. الأستاذ عسكر بيقول لك اكتب عريضة الدعوة بتاعت مدام رشا. هي المحاكم الفاضية اللي بتوع الشخير والملل؟ يا عم مش هنقول شخير وملل. امال هنقول ايه؟ ما بيعرفش. ايوه ما بيعرفش ايه بالظبط؟ ما بيعرفش. امال كان بيعمل ايه؟ كان بيحلها ودي؟ دي حيلة رخيصة يا نسا. انا ماليش دعوة بالقضية ديت. شيخ الغفر جاهز يا جناب العمدة. في عجالة. ايه تحرياتك عن العركة بين العيلتين؟ بصراحة ومن غير زواق للكلام. العيال يا جناب العمدة كانوا راجعين من المدرسة، والمدرسة كانوا لسه مبيضينها. اه هيزوق في الكلام، كمل. وسيادتك عارف إن سكة المدرسة بتقع على الشط التاني المواجه لبلدنا. أنت هتوصفها لي ماني عارفها. كمل يا شيخ الغفر. الواد خالد ابن فارس لقى لمؤاخذة النسوان بتغسل المواعين على شط الترعة. عينه زاغت وبص لهم. إيه؟ يا خبر أسود. ده يبقى عيب قوي. الواد خالد لمح الست لطيفه مرات عوض ابو شقفه. افندم. وعدم المؤاخذه ما كانتش لابسه هدوم تحتانيه. اندروير يعني؟ يطلع ايه الاندروير ورداها يا جناب العمده؟ دي حاجه لو عرفتوها تبقوا عمد. كمل كمل. ويا ريت الواد اتفرج واستكفى. الا استنى ابنها. ابن مين؟ ابن مرات عوض ابو شقفه. افندم. وراح قايل لابنها على اللي شافه وراحوا عاكشين في بعض. وكل عيل طلع له اهله وهاتك يا ضرب. عيلة فارس رأيها ايه في الكلام ده؟ عيل وغلط يا حضرة العمدة. وعيلة عوض ابو شافة. افندم. ايه؟ قولك في الكلام ده يا عوض. ده واد قليل الرباية ويستاهل قطم رقبته. والعيان والمشايخ رأيهم ايه؟ الواد فارس غلطان وعيلته تدفع في الدان الارض لعيلة عوض ابو شافة. افندم. يا اخويا اقعد بقى. اللي موافق على الحكم ده يرفع ايده. موافق موافق. اخلاص يا اولياء الجهيه. لسه المساله فيها كلام تاني. ولا خاب من استشار. واني مش هستشير اي حد. لا انا هاخد راي المتر بدر عبد الرحيم النواساني رجل القضاء الواقف. ادعوا له ربنا يوفقه. ربنا يعلم ملامحه. ربنا يعلم ملامحه. يا محمود انت دفنه. لازم نطلع على تحقيقات النيابه. الو ازيك يابا؟ الله يخليك يابا وانت كمان. لا تحت امرك يا حاج. مين؟ مرات عوض ابو شقفه؟ ايه اللي عارفها؟ الوليه دي لسه عايشه؟ ما هي اللي كانت رافعه نسبه الغياب في المدارس. طب واحده واحده عليا كده. هو الواد كان واقف فين؟ عند الجميزه؟ يلا انا عارف وحافظ هي بتقعد فين.
انا بتكلم عليه هو الواد. الواد كده ما يشوفش كويس، كان لازم يقف شمال الجميزة. القضية دي واضحة وضوح الشمس. المخطئ يا والدي هو عوض ابو شقة جوزها، هو اللي خلاها تخرج تغسل وهي مش لابسة ملابس داخلية. ما هي لو كانت خرجت مستورة كان عنصر التحريض انقضى. الولد بحكم سنه وهو في طور المراهقة لازم يبص. محروم يابا. ايوه لازم. اهمالها واستهتارها واحتمال كمان تكون متعمدة هو السبب. ايوه يابا هو كده. لا تؤمر يا حاج. مع السلامة. لو كانت الست لطيفة مرات عوض ابو شقفة افندم خنقتني يا عوض. لو كانت خرجت من دارها مصورة فوق وتحت كان الواد ده شاف حاجة؟ لا لا. لو اي حد فيكم شاف واحدة ست ولا مؤاخذة مكشوفة يبص ويبحلق ولا يغمض عينيه؟ يغمض عينيه. مين فيكم سيدنا يوسف؟ خدوا بقى الحب. الواد فارس براء وعوض ابو شقفة افندم. ايه حكاية افندم افندم؟ انت في منطقة التجنيد يا اخويا؟ طيب انت ملزم بفدان ارض او تدفع ثمنه عشان لما مراتك تخرج تبقى تفكرها تلبس كل هدومها. ها؟ هو ده العدل يا عمدة؟ ايوه هو ده العدل يا عم. خلاص المجلس انفض. يا انت مش شايف انك مزودها مع معاها على الاخر؟ البنت بتحبك وانت سايقها الموت. هي دي بتحس بجبل واحده غيرها كانت حلت على النافوخ من زمان. صب انا عمري ما حسيت بيها. مش لوني وسبسبه مره بحجاب ومره من غير ومره صبغه شعرها. ايه الروشه دي؟ ومهنتنا طبعت عليها ازاي؟ ادي لو اتجوزتها وحبيتها بوسها ممكن ترفع عليا قضيه تحرش. يا عم يا ناقصه محاكم في البيت. انت بتاخد نفس ولا بتاخد قرار؟ ده اول كرسي. كرسي ايه ده؟ انت شارب لك ايه انتريه؟ اهو خليك معايا صلاه. اديني معاك. بصي عايز اتجوز واحدة ستايل. انت شفت المدام اللي كانت جاية عايزة ترفع قضية خلع عشان جوزها بيشخر؟ ده احنا كده دخلنا في شريحة تانية. ده نواعم يا بدر وجامدة عليك. صباح الخير. صباح الخير. بقول لك ايه؟ صلاح الواحد يعرف ازاي اذا كان بيشخر ولا لا؟ Thank you.
نعم اختي. نادي صحي. صحي ازاي يعني؟ يعني ادوات صحيه وسيراميك وكومبوشنات و انت ايه؟ انت عاوز ايه؟ لا انا موظف عمومي وعندي سلطه قانونيه. مش ده المحل المختار بتاع السيد سامح محمد العترمي؟ ايوه هو موجود. هو صاحب النادي، انت بقى عاوزه في ايه؟ معايا اعلان لازم يستلمه بنفسه بشخصه. طب سلامات رفع قضيه. الظاهر كده سعادتك يعني زي الاعلام ما بيقول. بيقول ايه الاعلان ده؟ بيقول انت بيقول هي ما تعرفش سعادتك ولا ايه؟ انا افضل تقرب نفسك سعادتك يا فندم. اتفضل حضرتك. ايه 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 في ايه؟ انا ما بعرفش اوضتك ايه؟ لا يا باشا ظلم يا باشا، انت اتصلبت يا باشا، سفاله يا باشا. هاي نهاد، تسليم الطلبيه كمان شهر ومش عايزه اي تاخير. هات لي كريستين وتعالى لي على المكتب. And here is Christine. We're ready. Hi Christine. مش بطل. Could you turn around please? فتحة الصدر لازم تعلى شوية. يا مدام تصميم الفستان لازم جميل. لازم نعدل على الأجانب، ما أنت عارف الصدور عندنا ما شاء الله 2 سنتي زيادة. الو هاي مسيو توني. ما انا قلت لحضرتك ما اقدرش ادي تسهيلات اكتر من كده، البضاعه عندي بتتخطف من السوق خطر. انا ما بعرفش يا رشا، انا ما بعرفش. ده اخر كلام عندي يا فندم. وليش يعني تقولي افش كمان؟ ما انت كمان مش مريحني. مش مريحك؟ ثانيه واحده يا توني. وهو في توني كمان؟ لا ده انا هوريك اللي عمرك ما شفتيه طول حياتك. سوري يا توني، نتكلم في وقت تاني. 2 سنتي زيادة كفاية يا فندم؟ بعد شويه عارف انها مراتي. عارف استاذنت مني عشان ترقص معاها. ما هو حضرتك ما كنتش موجود. ما هم اختاروا الموبايلات في ايه؟ انت متوحش ولازم يودوك جنينه الحيوانات. انت لسه شفتي حاجه؟ برافو عليا كسبت الرهان. ايه؟ كنت مراهنه نفسي انك لسه بتموت فيا وما تقدرش تشوفني مع حد غيري. نعم يا اختي. متوحش، بموت في التوحش. رقصني. Still feels like our first night together.
تاني برياله. بعتلي دعوه على يد محضر عشان رقصت. اخصى عليك، جاي عشان غلطة محامي، وانا اللي قلت اني وحشتك وانك قلب الدنيا عشان تلاقيني وتاخدني بين دراعيك. تعالي بيا يا رشا، طب انا هوريك هعمل ايه. سامح بيه لو جه ممنوع يدخل. بس يا فندم الكلام اللي بقوله يتسمع. تحت امرك يا فندم. انا حاضر استنى انتوا هنا، لو قالوا لي جن اهو مفهوم، مش مطلوب منك اكتر من كده. في ايه؟ رجل الاعمال مجدي عمران عايز يقابل حضرتك. زبون جديد؟ ايوه. بنت عارفه يا بنت التعليمات، اي زبون جديد تدخليه على طول. حاضر يا فندم. اهلا وسهلا مجدي بيه. ما اسموش مجدي. امال مين حضرتك؟ هتعرف. اتفضل اقعد. واقف ليه؟ ابعد ايدك عن الجرس. اوكي. ما تردش على التليفون. انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ اهدى ما صحيفه الدعوه دي خارجه من عندك؟ بالطبع. حضرتك بقى اللي كاتبها. هي قضيتي ايه بالظبط؟ اقرا وانت تعرف. الله. هو حضرتك سامح بيل عطرمي زوج المدام المحترمة رشا هانم الولداني؟ اللي ما بيعرفش. أنا ما بعرفش. ده اللي يقول كده يبقى مفتري. أما أنت ما تعرفش، أنا اللي هعرف. بس يا سامح بيه يعني ده كلام عرايض، كلام روتين يا سموحة. رد على سؤالي، أنت اللي كاتب دي؟ طب وحياة من جمعنا من غير معاد، طب إيه رأيك؟ والنعمة دي على عينيا. اختصر اختصر يا ابني، احنا مش بتوع القضايا دي، لا طلاق ولا خلع. الله. بس عشان مدام رشا يعني. يبقى انت اللي كاتبها. الله يا سيدي، لا كاتبها ولا قريتها حتى. امال مين؟ انت. اتنين محامين عندي كده. هاتهم لي هنا حالا. طيب ممكن ادوس على الجرس؟ في ايه يا استاذ وعيد؟ الاستاذ يبقى جوز مدام رشا الورداني، وفي جمله عابره وردت في صحيفه الدعوه مش عاجبه سعادته، ويظهر يا اولاد انها غلطه مطبعيه. احنا تلامذتك يا استاذ وماشيين بتوجيهاتك. العريضه صح 100%. يعني انت اللي كاتبها؟ لا لا لا، دي الانسه. ثم لنا ولا الانسه من غير كتر كلام. مش انت اللي كاتبها؟ لا. طب اتفضل انت. تعالى، رايح فين؟ اسمع يا استاذ، لازم تفهم ان احنا عارفين شغلنا كويس قوي، وبعدين شيء طبيعي ان تلاقي كلام في العريضه ما يعجبكش. انت الخصم، عايزنا نكتب فيك شعر ولا نغني لك؟ وبعدين فين الجمله اللي مزعلاك قوي كده؟ انا اللي كاتبه العريضه ومسؤوله عن كل كلمه فيها. ما بيعرفش. عرفتي ازاي اني ما بعرفش؟ مراتك هي اللي قالت. كدابه. خلاص، دي حاجه بينك وبينها. صح. واحنا كنا نايمين في وسطكم. المدام هتدخل لوحدها. راجل ومراته، نتدخل احنا ليه؟ استنوني هنا. خليكم معانا، دي مسائل عادي. حد دخل؟ يا ابني يا ابني، حضرتك عايز ايه دلوقتي؟ حاجه بسيطه خالص. انا جاي اثبت اني بعرف. وتثبت انك بتعرف ازاي يعني؟ وتثبت عندي هنا في المكتب؟ يا ابني اقدم مسانداتك للمحكمه. الله، احنا الخصوم يا ابني. طب نستأذن احنا بقى يا فندم. استنى، رايح فين؟ ما هو ما يصحش نشوف حضرتك في الموقف ده. بتسمي ده موقف؟ ما تمشيش يا بدر. انا تلزمني شهاده قويه من شخص موثوق فيه اني بعرف، وانت الشهاده بتاعتي. محدش قال لحضرتك قبل كده انك سافر ومش محترم وما بتعرفش في الاصول. انت ايه اللي عملته ده؟ اللي حصل. انت لازم تتخلع مرتين، مره عشان وقاحتك والمرة الثانية عشان ما بتحرفش.
تسألنيش حاجة دلوقتي. ايه انت هنا حواليك ما بيعرفش حاجة في ايه؟ بتشطر على واحدة ست؟ كان لازم اخش الطيران. انت اجدع واحد يعرف مصر. اضربه يا بدر. انا بضربه ما بيطلبش. السلام يا بدر. ايه لا اله الا الله. لا اله الا الله. نشلت يا فلح. ابوه اقتلوا يا مان. انت فاكر انت هتحميك يا حبيبي؟ بتضحكوا عليا يا رما؟ انا احسن لي كده ولا في بتهزروا؟ حضرتك اللي منعتنا. فاتح في الموبايل. مرفوضين كلكم مرفوضين. الو مين؟ يا سموحه يا حبيب قلبي، انت نسيتني ولا ايه؟ انا بتاع الموبايل. انا زعلان منك يا سامح. مفيش رنه، مفيش مزد، مفيش اغنيه لحبيبك. انا قلت انت رحت شرم يعني تقعد لك يومين تاخد لون ولا حاجه. تعال الناحيه دي. يا ربي على مهلك. مين ولا مين فيكم؟ على مهلك. تعبان. سلامتك. الف سلامه. ايه دي فظيعه. خف جمل. القضيه دي خلاص بقت بتاعتي، هخلعت منه سواء كان بيعرف او ما بيعرفش. بس انا مش قادره اسامح نفسي ان كل ده حصل لك بسببي انا. على مهلك يا مدام، بالراحه. حضرتك كده ممكن تخدي على نفسك. اتفشفشت. معلش. الو، انا مش طلبت الامبولانس سبيسيال؟ ما جاتش لحد دلوقتي. بسرعه. اسعاف ايه يا مدام؟ دي كدمات بسيطه، وبعدين واحنا مروحين هجيب له كيلو خيار يحطه على وشه وانتهينا. مروحين؟ انت مراته؟ لا، خطيبته؟ لا لا لا، خطيبتي ايه؟ ده انا بوصلها معايا في سكتي، نوع من الشفقه بعطف عليها. طول عمرك خدوم يا بدر. اكيد، واضح انه انسان شهم ونبيل. اصل الشهامه دي سلو بلدنا، مش حاجه خصوصيه. لا يا بدر، الشجعانه والاصلانه الفظيعه اللي شفتها منك من شويه بتدل انك انسان مش عادي. لا عادي، ده كل الفلاحين كده لعندك. اتفضل يا دكتور. ايه اللي بيصفر؟ انا مش مرتاح للدكتور. انا مش عارف اشكرك ازاي، ده كتير كتير جدا. هو كتير بعقل بس اهبال. بعد الفحص المتاني الدقيق اتضح ان افضل علاج للحاله هو تقطيع بعض الترانشات الطويله المشحوبه الاضلاع ووضعها على مكان الاصابه بالكامل بصوره منتظمه مع بعض الدوائر على العين لعده ساعات في اليوم. هي الحاله خطيره للدرجه دي؟ ايه يا دكتور، انا كنت هجيب 2 كيلو خيار وخلصنا. ما هي دي الترانشات اللي اقصدها. العلاج ترانشات خيار؟ العالم كله بيتجه للعلاج بالاعشاب والمواد الطبيعيه. خلاص خلاص، المهم خير. حس كده بقى، يبقى نروح البيت احسن. لا، نعدي نشتري 2 كيلو خيار الاول. نعدي ازاي؟ نستاذن السواق. خلاص يا دكتور، الحساب عندي. جميع السيارات توقف عند عرض الخيارات. جميع السيارات توقف عند عرض الخيارات. 2 كيلو خيار والنبي يا عم. يكون دخين ومملك لو سمحت. ما تنسى تلاعب نفسك. الحمد لله على سلامتك يا استاذ بدر.
والله انا مكسوف من رقه وكرم سعادتك. ممكن الموبايل بتاعك عشان اطمن عليك؟ قوي قوي والله. بقالك عوزه ياد يا محمود، اتفضلي ما يغلاش عليكي. لا انت فهمتني غلط، انا قصدي النمره، ممكن تسجلها لي؟ سوري افتكرتك عايزه موبايل. في ثانيه تديها النمره وانا بقالي سنه بشحتها منك. دكتور، هو الفلاح اللي يغمس الايس كريم بالعيش يجرى له ايه؟ بس يبقى يتوقف ان كان توست ولا كان. عايزة تعملي دماغ؟ شاه شجاع مش أبو عضلات. أبو مين اللي حرك قوي كده؟ أبو إردان فلاح. تعرفي حاجة عن الجماعة الفلاحين دول؟ أنت عايزة جماعي؟ أنا غلطانة اللي اتكلمت معاكي أصلا. باي باي. هي ضربت ولا ايه؟ يا عيني عليك يا حلم. استاذ محمود استنى شوي، الايس كريم جاي اهو. استاذ احمد اتفضل اتفضل استريح. اسمح لي اعتذر لك على اللي حصل. ده انا اللي لازم اعتذر لك. انت متضايق قوي. مش عشان اتضربت وعيني كانت هتروح، انما عشان مش قادر اشوفك وانت على ذمة الديناصور ده. الايام جايه كتير والفرصه هتتعوض بحسن منها. يا ريت يا رشا. قول لوالدتك ان في واحده بتحب الموسيقى سمعتك وبتقول ان في يوم من الايام هتبقى مطرب مشهور. والدتي في البلد، بس هقول لها وهقول للدنيا كلها. الاغنيه اللي كنت بتقولها في الحفله جميله جدا. انت اجمل. هي كانت ازاي الغنوه؟ بتلوموني ليه لو شفتوا معنيه؟ حلوين قد ايه؟ هتقولوا انشغالي وسهد الليالي. ممكن تغنيها؟ حاضر. بتلوموني ليه؟ بتلوموني ليه؟ لو شفتم عيني حلوين قد ايه ترى هتقولوا انشغالي وسهد الليالي مش كتير عليه. بتغني عندليب؟ يا حبيب يا واد. الو الو. زلزال مدمر. انت رحت فين؟ البحر الابيض المتوسط، وقد بلغت قوه زلزال 7 درجات بمقياس ريختر. تليفونك ما هو عندي يا ابن النوساني. وحياه امي هتغمس الايس كريم بالعيش. في الحقيقه يا انسه مها لقد افسدت علي تلك اللحظه، واذا كنت هغمس الايس كريم بالعيش احسن ما سقف ده وكوح. استمرار الحرائق في ولايه كولورادو الامريكيه والتي نشبت منذ 3 أيام هي كده في إحدى غابات الولاية. سريتها تملى الدنيا كوارث وزعابي. تجتاح عددا من ولايات ذنب الناس دي إيه؟ وتتسبب في مصرع 200 شخص وإصابة ما لا يقل عن 5,000 آخرين. ألو، صحيتك من النوم؟ أبدا يا جميلة الجميلات. هندم طول عمري لو كنت أزعجتك. كنت عاوزة اطمن عليه بس. حطيت قشر الخيار؟ ايوه بس خلاص ما بقاش لي لازمة. خليكي معايا ثانية. الو. مش عاوزة اقلقك اكتر من كده. تقلقيني؟ ده انت بتسعديني. خدي راحتك ان شاء الله تكلميني لحد الفجر لطلعة الشمس لمعاد الجلسة اللي جاية.
فمومة عبير والشعر الحرير الخدود يهفهف ويرجع يطير. ايوه انا معاكي. الحقيقه انا كنت عاوز اشوف. يا ريت. وانا كمان. تحب فين؟ في المصنع. لا مصنع ايه؟ المصنع ده كله عمال ولمه، انا ماليش في اللمه. بدر. عيون بدر. زي ما وقفت جنبي قدام سامح عاوزك تقف جنبي في المصنع. اقف. وتفتش على عمال. افتش. وتشوف معايا سير العمل. اشوف. وتفحص الدفاتر. ابحص. تحب اجي ابحث دلوقتي؟ لا دلوقتي صعب لما تخاف. باي. بكره جمهورك هيفيدك. المهم يمكن في يوم نتقابل وافكر. تحب اوصلك حته؟ متشكر. البيت قريب. تصبح على خير. انت من اهله. عاوز مين حضرتك؟ مدام رشا لو سمحت. اسمك وغرضك من الزياره؟ بدر النواساني المحامي. اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك شرفتنا ونورتنا كلنا. افتح الباب. النهارده يوم مش عادي يا بدر. هو معالي الوزير جاي؟ انت اللي جيت ودي اقل تحيه تليق بيك. انا؟ ايوه. اتفضل حضرتك عشان تتفقد المصنع. اتفضل. ده المصنع اللي بناه الورداني الكبير سنة 1911، وللأسف المصنع ده اتدمر في الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الأولى؟ ما كانش عندنا ضرب. جده كان بيقول كده. لا طالما جده قال كده يبقى حصل، هو أدرى. لكن الورداني الكبير ما استسلمش. هم حصروه؟ كافح وأنشأ المصنع ده اللي ابتدى يصنع الغيارات الداخلية بعد ما كنا بنستوردها من الخارج. إلهي يستر، زي ما سطر كل عريان. وللأسف المصنع ده اتدمر في الحرب العالمية الثانية. هو هتلر ما كانش وراه حاجة غير مصانع جدك؟ مش ده المصنع اللي احنا فيه دلوقتي؟ طبعا لا. امال راح فين؟ هو مش هتلر مات؟ الورداني الصغير بدأ من جديد وأنشأ المصنع ده. احمدك يا رب. كان عنده بعد نظر، أنشأ المصنع ده في مدينة 6 أكتوبر وخصصه للبدل. إنما مدام رشا بقى بعبقريتها وفنها أضافت إليه The Latest Ladies Fashion. ودي أضفتيها إزاي دي؟ كان لازم يا بدر. هي مهمة. وفي رسم بياني بيوضح إنتاج مصانع الورداني من 1911 حتى الآن. أنا اتخنقت مش هتيجي معايا ولا تبات هنا مع ميشيل؟ لا بات أنا معاكي. ميرسي ميشيل. ميرسي مومان. انا عايزكم تخلي بالكم من موضوع الفستة ده، لان الفستة بتقطب بتخلي لبس البنطلون بيبقى مش خليك استنى. انت تعملي ايه؟ يعني بعمل ايه؟ عايزين الفلاحة بخير. متجوزة؟ انسة. عندك اولاد؟ انسة يا فندم. انسة. طب ما تجيبوا لها عريس، بس يكون عريس من تايوان. نبشرهم كده بعلاوة على الماشي. مش قوي كده، مش من اول زيارة. اتفضل. النفخ ده مصفرين قوي في النفخ.
تصميمي انا، بس الحقيقه تعبني قوي. هو يتعب، ده يتعب اي حد. ده احدث موديل للبيبي دول. هو ده من زمان وانا نفسي اشوفه. لا جميل جميل. تصميم هو بالنسبه للاستعمال، لو الست حبت تحط البوك بتاعها يثبت ولا يسقط؟ بوك؟ ليه كتالوج؟ ودي النقله الكبيره اللي غازينا بيها اسواق العالم. انتوا غازيتوا بدول؟ والغزو نجح. انا ليا رايي انكم تستعينوا بتجربه الرائده مدام عوض ابو شقفه. شقفه؟ مش شقفه دي؟ I never heard of her. Is she a designer? I don't very much. بدر دي مصممه؟ الا مصممه، انت مصممه قوي، دي من زمان، دي طلعت اجيال. ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا 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 لا، على فكره انا مش قادر، انا مش قادر ده كله. رقيق مش كده؟ رقيق ايه؟ ده مفتري، ده دموي. ده احدث صاحب للسوين سوتس. وبنعمل منه موديل قطعه واحده. قطعه واحده؟ اه. طب وانتوا هتداروا ايه وتسيبوا ايه؟ لا يا بدر، قصدي وان بيس. اصل الحقيقه يعني انا ماليش في البحر خالص خالص. يبقى ليك في النيل. انا بعمل تور باللانش بتاعي كل ويك اند. تيجي معايا الويك اند الجاي؟ انا اجي معاكي جهنم الحمر. اعتبره معايا؟ اعتبري. رفعت. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه يا استاذ؟ 81؟ ايه اللي 81؟ يا مدام رشا. 46؟ يا عمي بتاع الحرب العالمية. عاوزة ال 12 بدلة يكونوا جاهزين في ظرف يومين. وبعتوا معاهم ثلاث دسات قمصان، واحدة حرير واثنين لينو فاخر، جميع الألوان. وبيجامات وأندر ويرز وشرابات. هو إيه الموضوع؟ 46؟ إيه يا مدام؟ الجولة الطويلة دي كلها عشان تدبسوا الزبون؟ أنا آسف، أنا مش قادر أشتري بأسعاركم. المحامي اللي هيخلعني لازم يكون أشيك محامي في مصر. وبعدين ما تقلقش، هنحاسبك بسعر الجملة. لا، إذا كان بسعر الجملة يبقى نشتري بدلة. 2 سم؟ إيه ال 2 سم؟ بهليتي ليه؟ عمرك ما شفت نجم وجها لوجه؟ نجم ايه وهباب ايه؟ انت ايه اللي انت مهببه في نفسك ده؟ الجهل بقى اشتغل. انا عارف انك ما تفهميش في الموضه وفي الاناقه. انت اخرك شويه الجاز اللي على شعرك والهلاهيل اللي بتفصليها عند طرز الرجال اللي على ناصية شارعكم. انا الحق عليا ان انا عملت المستحيل علشان اعجبك. اهو مستحيلك ده بقى ما كانش من مستواي. لا انت اللي متربي عند فيرزاتشي يا خالي. ما انا عارفه البير وغطاه. طبعا الهنم هي اللي بشبشتك، ده انت حلقت شنبك عشان خاطرها. وماله لما اشتري من عندها شويه حاجات؟ هو عيب؟ العيب انك تعيش على عرق النسوان. مش انا يا نسا اللي عايش على عرق النسوان، الموضوع كله اني اشتريت بسعر المصنع بفلوسك حرمان. انت ناسي انا ابن مين؟ لا مش ناسيه، بس كويس انك فكرتني. الزمن بيمشي لقدام وانتي لوحدك بس.
اللي بترجعي ورا. يا راجل اختي ده كان حد يبقى القمر جنبه شخصيا ويختشي. معقول الكلام ده؟ اوعى بس اوعى. التلفون ده وقته ده يا ساتر. طب والله ماني راضي. لا بس رد احسن يكون بدر ولا حاجه. لسه قيله يا ساتر. الو حضره العمده الحاج عبد الرحيم النواساني. مش مهم مين انا، مجهول ويهم مصالحكم. ابنك يا حاج، ابنك ماشي في سكه اللي يروح ما يرجعش. انا بحذرك الموضوع ما يتسكتش عليه. الحقه قبل ما يغمس الايس كريم بالعيش. ايس كريم ايه وعيش ايه؟ ما تفهميني امه. الو ان الشبكه واقعه. في ايه يا حاج؟ شبكه ايه دي؟ مصيبه. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ ابني كستهاني باد. جراله ايه؟ عاوز يغمس الايس كريم بالعيش. يعني ايه دي؟ لا داني افهمه وهي طايره. باين واحده من بنات مصر لفت عليه. طب ولا عمل ايه يا حاج؟ عمل؟ لابد من حملة تفتيشية مفاجأة عليه. قومي بسرعة جهزي لي هدوم السفر. قومي. انت هتسافر في الحتمة كده النهار له عينيه. ايوه والله عندك حق. طيب اصبح على خير. انت هتنام يا عدو؟ بسرعة شوية عشان نلحق نرجع قبل العتمة يا حودة. عمرك يا كبير. مش انا ليلى، بحبك ليه؟ بحبك بس مش ليلى. يا مجنون مش انا ليلى، حبك ليلى يا مجنون. الحمد لله على السلامة. ايه المفاجأة الجميلة دي؟ ايه يا رب؟ في حاجة؟ قلبت الشقة كرخارة يا بدر. طلع نسوان الهنا يا ولا. نسوان ايه يا رب؟ يا ولا اللي انت عامله في نفسك دي؟ انت قلبت يا ولا؟ قلبت ايه يعني؟ وكمان مش فاهم فين شنبك يا متر؟ عنوان الرجولة، علامة الجودة، ختم الصلاحية. شلت بابا بالبساطة دي؟ وشلت ايه تاني؟ اوعى يا ولا تكون فرطت في اعز ما تملك. ولزمه ايه الكلام ده يا بابا؟ وايه يا ولا اللي انت لابسه دي؟ ايه؟ بيجامة. بيجامة ولا قميص نوم حريمي؟ لا دي بيجامة بس على الموضة يعني. والحلاقة الزرايب دي موضة هي كمان؟ يعني بقى ديه بدر؟ بدر عبد الرحيم النوساني اللي بالك كليتها كانت بتحكي وتتحاكى عنه؟ بقى ديه بدر اللي بحلم يبقى وزير؟ اللي شالي بكيانك كده يا ولد؟ بتحب مين؟ واحدة ست؟ وما احب الراجل؟ ايوه وهي دي بقى بسلامتها اللي هتخليك تغمس الايس كريم بالعيش؟ ايه؟ لا ده في زومبا اتضربت بقى. ما حضرتك ما تجيش على غفلة الا لما يبقى في مهموس اتضرب بيني وبينك. وملبس هيد مرجاني وتشوف مكان نقعد فيه نتكلم راجل لراجل. وليه في البيجامة دي علشان اديها لومة؟ ما تفكها بقى يابا. يعني انا كنت ارتكبت جريمه بقى؟ بتحب يا بدر؟ انت كنت عايز اخبي عليك. وطبعا هي هتموت عليك، ابوك عمده وانت مرشح تبقى نايب ولا وزير. مش قوي كده، ادعي لي بس انها ترضى عني بعد ما اكسب لها قضيتها. قضيتها؟ هي محبوسه؟ محبوسه ايه؟
دي عندها قضية بسيطة كده، قضية خلع رفعها على جوزها. بتحبي ست متجوزة يا ابن النوساني؟ دي ست مهمة جدا، اسأل عليها شوف عملت ايه في 6 أكتوبر. هي عبرت مع اللي عبروا في 6 أكتوبر؟ يا ابني ده سنها يبقى من سن أمك. كشف حرب يا أبا، مدينة 6 أكتوبر دي عاملة هناك أحدث مصنع ملابس جاهزة. المصنع دي معناته إنها أغنى منك ومن أبوك ومن بلدك كليتها، والست ما تبقى أغنى من جوزها هتركبه. تركب مين؟ ده أنا راجل. يابا اللي عاوز يبقى له كلمة مسموعة لازم يدور على اللي يسنده ويقف ورا مصالحه. الفلوس ممكن تخلي الواحد عضو مجلس الشعب، وزير، أو حتى نجم في التلفزيون. طب فضينا من السيرة دي، ولما تبقى تخلص من قضيتها نبقى نبت في قضيتها. وعاوز لما اجي المرة الجاية الاقي ابني بدر النوساني، مش عامل لي فيها ابراهيم سعيد. ازيك يا صلاح؟ عامل ايه؟ ازيك يا بدر؟ مرتاح يا صلاح؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامة دماغك يا صلاح. مالك مفروس كده ليه؟ أنا مش فاهم حاجة منكم انتوا الاتنين. بس أنا بقى فاهم، وفاهم مين اللي عمل عملته وبلغ، وفاكرني مش فاهم. حمار. بس صلاح مش حمار يا بدر. إيه هو يقصدني أنا؟ جرايا بدر. جرايا صلاح. متغاظ ليه؟ غيران ليه؟ إكمنها أحلى منك؟ فشل. هو في أحلى من صلحتي؟ اوعى تتخيل ان في يوم من الايام يا صلاح ان ممكن افكر فيك. ده انت تبقى بتحلم. تفكر فيا ازاي بالظبط يا بدر؟ صلاح خليك على هواك لحد ما يجي اللي يديك على قفاك يا صلاح. عارف انك وحشتني، كنت هزعل منك جدا لو ما كنتش جيت. وانا اقدر؟ ده من ساعة المصنع وانا بعد الايام. بدر انا حاسه اني خايفه. خايفه ايه؟ هو البتاع ده بيغرق؟ لا يا اخي بيغرق ايه، انا خايفه من المحكمه. هو انا لازم اروح هناك بنفسي؟ حتما ولا بد. والقاضي هيسالني؟ لازم يسال الطرفين، ده اكل عيش. لا لا مش هقدر، اكيد هرتبك وهبوظ الدنيا كلها. ازاي بقى؟ وانا رحت فين؟ هتمرني اقف ازاي قدام القاضي واقول له ايه وكده يعني؟ اوي اوي، تعالي لي المكتب كل يوم بالليل ان شاء الله حتى نص ساعة. الاسئلة بتبقى متوقعة وليها نماذج، هنحلها سوا. نحلها اوكي، بس مش في المكتب، لازم تجيلي البيت عشان اركز كويس. في البيت عندك؟ وماله، حد يكره التركيز والتدقيق؟ انتي بايعه ادخلي هنا. ايه رايك في المفاجاه دي؟ حلوه مش كده؟ مفاجاه سيف. انتوا يا بهايم، انتوا يا بهايم، يلا بره. امرك يا سامح بيه. مين اللي سمح للمخلوقه دي تدخل هنا؟ دي تعليمات سعادتك يا فندم، حضرتك قلت اي ست تيجي تخش مكتبي عدل. خدوها على الساونه وما تخرجش الا بامر مني وعلى اعلى درجه. انا جايه علشان مصلحتك، اهدى كده واقعد واطلب لي حاجه ساقعه. عارف يعني ايه مصلحتك؟ هتقولها حاجه ساقعه. ما تبقاش زي السيجاره، في الاول تتباس وفي الاخر تتداس بالجزم. عايز اعرف انت عدو ولا حبيب؟ في الاول كنت عدو ودلوقتي حبيب، وجاي ادلك على السكه الصح. انت ناوي تتخلع؟ على جثتي ابيع هدومي واصفها لمحاميين ولا تخلع؟ لو عايزه تخلع تدفع. يبقى تسمعني، في حكايتك ما بتعرفش. تاني هتقوليها؟ تتجوز بكره ومراتك الجديده تشهد في المحكمه انك بتعرف. تعالى دلوقتي، بس عرفت انك معايا. ثانيه واحده. نانا نانا. افندم يا سامح بيه، اطلبي واحد مأذون يجي هنا دلوقتي حالا. هتجوزك يا بنت. كملي يا استاذ. لا خلاص دلوقتي اقدر اقول لك باي باي. لكن انت بتعملي كل ده ليه؟ جدعانه مني. ان شاء الله يجيب مليون محامي.
ولا يهمني، عندي اللي احسن منهم كلهم. مدرس خصوصي محنك هيديني درس وليا انا لوحدي. اوكي خلصوا السهره وتعالوا كملوا في المحكمه. طبعا القاضي هيكون موجود. باي دلوقتي لحسن ده وصل، وده من النوع اللي لازم الواحد يكون مركز معاه كويس قوي. باي. بدر بدر، لا مؤاخذة بحجر العربية، وما تسأليش عن ايه انا هقولك، بس كنت بحط حجر ورا العجلة علشان تقف وتثبت وما ترجعش لورا ابدا. وخلاص حجرتها؟ على الاخر. هو في سؤال محرج شوية، انتوا ليه ما عملتوش الفيلا بتاعتكو عند اول الشارع؟ قصدي يعني عند البوابة، على الاقل كنت هتوفروا بنزين. اتفضل جوه. هو لسه في جوه؟ طبعا اتفضل. انا افضل جوه. يا رب يا سيد يجعل ادمنا ادم الخلع عليه ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، ده جوه برضه مشاوير. مسلحات. تمام تمام. اتفضل يا بدر. الحاجة بنفسها جايبة الحاجة. مدام تشرب ايه يا بدر؟ يعني كاكاو وعناب. ينسون ينسون؟ لو مفيش يبقى اي عصير بزيت الكافور، اعتقد انه هينفع في الظروف اللي احنا فيها دي. مش عاوز كاس؟ كاس ايه يا مدام؟ اعوذ بالله، ده احنا داخلين على قضية عايزين ربنا يسترها معانا. اتكل على الله، انتي هاتلنا اتنين شاي بحليب منه فيه، دي جلسة عمل. قصدك عشاء عمل؟ يعني عشاء عمل، غزاء عمل، فستان عمل. ايه عجبك فستاني؟ ده رائع، ده مدهش، بس لا يعيبه سوى هذه الطاقة. الشباك اللي مفتوح عندك في الدور الثاني. الموديل بتاعه كده يا بدر، وبعدين انت كمان ممكن يبقى عندك شبابيك في الهدوم بتاعتك. انا؟ مستحيل، انا دور اول يا مدام. فاكر نفسي فاهم كل حاجة في الدنيا وما فيش حاجة فايتاني، لكن حقا فوق كل ذي علم عليم. قصدك على ايه يا بدر؟ على كل حاجة يعني. هو انتوا كل يوم العشاء عندكم كده؟ لا ده بس عشان انت موجود. انت مش قلتيلي انك عزماني لوحدي؟ طبعا. امال الاوبرا عايدة بتعمل ايه هنا؟ عشان تسمع مزيكا وانت بتاكل. موسيقى تصويرية يعني. يعني اتفضل كل. ممكن تشاوريلي على اللحمة؟ بيفي دومي كلاس، بيكاتا بالمشروم، كوردون بلو، وبط بالبرتقال. بط بالبرتقال؟ وده حلو ولا حادق؟ الحقيقة الحاجات دي احنا ما خدناهاش. اللحمة اللي أعرفها يا مسلوقة يا محمرة، وأنا ما بحبش آكل حاجة ما أعرفهاش. بالإذن. بس مش معقولة كده عشان خاطري يقعد كمل أكلك. اكمل ايه وانا اكلت من اصله؟ هو في ايه؟ مالهم سخبوا فجأة كده؟ طب بالنسبة للفرقة الواحد يحييهم بعشرينية كده؟ لا طبعا يا بدر، عشرينية ايه؟ طب المحكمة احنا عايزين نتفق نعمل فيها ايه؟ بدر مالك بتفكر في ايه؟ ايه انا بفكر هتلبسي ايه في المحكمة؟ احنا مش عايزين نستفز السادة قضاة الافاضل، المحكمة هي بيت الوقار. بس مش عارف الحقيقة يعني. انت عندك ملس؟ ايه ملس؟ ملس. معقولة عندك مصنع ملابس وما تعرفيش الملس؟ ده انت تصنعيه وتصدريه اوروبا، هيبقى اخر موضة هناك. انت لازم تلبسي زي محتشم، يعني مفيش داعي لاي شبابيك. ثم انت مش شباك، ده منور.
شوفي انا هوفر عليك اي حيره. تخيلي نفسك وانت رايحه المحكمه انك رايحه عزا، فهمتي؟ اوكي كده فهمت. وطبعا القاضي هيسالني عاوزه تخلعي ليه. ده سؤال لابد منه. على طول اقول انه ما بيعرفش. وحيد الله يا مدام، ما بيعرفش ايه؟ لغه المحاكم مش كده. انا عايزك بكل وقار وكسوف ووشك في الارض وعليه حمره الخجل تقولي اخاف الا اقيم حدود الله، اخاف الا اقيم حدود الله، والمحكمه هتفهم المراد. قوليها قدامي كده، اخاف الا اقيم حدود الله. يا ريتك ما قلتيها، ده ما بيعرفش اهون. بقول لك وقار، خشوع، حمره خجل. اخاف الا اقيم حدود الله. كويس. ثانيا عايز عينيكي تبقى على عينيا على طول، عايزك تفهميني بالنظره، عايزك تقريني كويس. اذ ربما تحدث مفاجاه من الخص. مفاجاه مش مفاجاه، انا عينيا الاثنين عليك على طول. يا ريت، اتمنى، عشان نطلع من المحكمه منتصرين باذن الله. يا نهار اسود، ايه اللي انت لابساه ده؟ هو انت الست المنور تفتحي بير السلم؟ طب هعمل ايه دلوقتي؟ انا عارف، ربنا يستر. تعال تعال، اقعد يا اقعد يا. ايه ده؟ كل دول محامين؟ ده جاي فطاح للبلد، هي قضية فساد وتجسس. مين الست اللي جنب جوزك دي؟ موظفة عنده. سكرتيرة يعني؟ هي موظفة وخلاص، مش موظفة وبس، دي بقت مراته. ايه؟ انت عندك معلومات عن القضية ومكتمة عليها؟ اعتقد يا بدر ان موقفنا بقى صعب قوي. بدر انا كده قلقت قوي. ايوه بس ايه؟ طب اقعدي اقعدي شوية بقى عشان النفس. سيادة الريس، هو ليه القاعة ريحتها حلوة النهاردة؟ يا سعادة الريس، دي ريحة الموجودين في القاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. نادي على القضية الأولى. نشرة كريم الورداني ضد سامح محمد العترمي. بدر النواساني المحامي حاضر مع المدعي. مين مع المدعي عليه؟ لا ليه كتير قوي، أنتوا كده ليه؟ أنتوا كام واحد؟ ستة. لا كتير، ستة فاضية، يدخل عليه. واحد بس يترافع عن بقية زملائه. كما ما عندهاش وقت. الدكتور عادل عدلي سليمان المحامي حاضر عن المدعى عليه. انت رشا؟ خدمة سعادتك يا سيادة الرئيس. ايه يا رشا؟ طالبة الخلع ليه؟ اخاف الا اقيم حدود الله يا سيادة الرئيس. مفهوم مفهوم مفهوم. سكوت في القاعة والا كله هيطلع بره. بين الزوج. الاستاذ سامح العترمي. أنا يا سيادة الرئيس. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت سامح جوزها؟ أيوة يا سيادة الرئيس، وبعدين المدام دي ما بتقولش الحقيقة. أنا زي الفل، وعندي شهود وعندي إثبات. إيه رأيك يا مدام؟ أنا قلت كل اللي عندي يا سيادة الرئيس. بعد كده الكسب. سيدي الرئيس، معنا زوجة المدعي عليه الثانية. وهي لها رأي آخر. وهي امرأة. شأنها شأن كل النساء. وأرجو من المحكمة سماح شهادتها. اسمها ايه؟ نوال السيد عبد ربه. نوال السيد عبد ربه. عندها الشهادة. قول للمحكمة إنه اتجوز عليا من غير ما أعرفه، دي مش أصول. استنى أنت، ده قضية خلع مش طلاق. أنا يا سعادة البي مراته. قولي والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. سين، ما معلوماتك؟ يا فندم جوزي الأستاذ سامح 100 100، زي الفل. بصريح العبارة كده 64 حصان. يعني ايه 64 حصان؟ يعني 64 حصان. زمومية ال 64 حصان. تالي حصان واحد كفاية.
ليه؟ أرجو إثبات هذه الشهادة في محضر الجلسة وتحديداً الـ 64 حصان. اثبت له يا سيدي اللي هو عايزه. قضية عجيبة أوي. عندك أي أقوال تانية عايزة تقوليها؟ لا يا فندم. طيب اتفضلي واقعي على أقوالك واستريحي. سيد الرئيس، أرجو من عدالة المحكمة أن تفتح صدرها لي لكي أبين لها حقيقة الأمر. تفضل يا أستاذ. السادة الزملاء الحاضرين مع القسم، مع شهادة زوجة القسم الثانية، جميعهم أقروا بالحقيقة، الحقيقة المنشودة التي كنا بصدد كشفها أمام عدالتكم. إن موكلتي عندما طلبت الخلع من السيد سامح معللة السبب بأنها تخاف ألا تقيم حدود الله، والمعنى واضح وهي تقصده، ونحن جميعا نصر عليه. والسبب ليس عن ضعف هذا الرجل أو عجزه، نحن لم نقل هذا، حاشا لله، نحن لا نرمي الناس بالباطل. إن هذه الزوجة الضعيفة الرقيقة الناعمة لم تشكك أبدا في قدرات زوجها، وإنما تشكو من القوة المفرطة، من الخشونة في التعامل، من القسوة في الفعل ورد الفعل. هذا العملاق، هذا الهرقل، هذا العتي، 64 حصان وهي نص حصان، في فرق في السرعات سيد الرئيس. 64 حصان، ده اللي عنده حمارين تعبان في تربيته، هتعمل معاه ايه؟ هل تتوافق الحياة بين اليمامة وطائر الرخ؟ انظروا إليها، وانظروا إلي. ايه ده؟ إن هذا الأستاذ سامح أعطاه الله وفرة في كل شيء، ولكن هذه الوفرة لا تستطيع هذه الضعيفة تحملها. أما الأستاذ سامح فله منا كل تقدير واحترام، ربنا يزيده كمان وكمان. إنني أطلب الرحمة، ارحموا هذه العصفورة، ارحموها. يعني مفيش أمل تتحملي التعايش معه؟ سيد الرئيس، هل يختلط الزيت بالماء؟ لا يمكن أن يختلط الزيت بالماء، لا يمكن أن يختلط الزيت بالماء. أكرر، لا يمكن أن يختلط الزيت بالماء. خلاص يا أستاذ، خلاص عرفنا، عرفنا. ما تسكتي يا رشا، خلاص. عندك أي كلام تاني عايزين تقولوه؟ لا يا سيادة الرئيس. رفضت المدعية الصلح، وقررت المحكمة حجز الدعوة للحكم في جلسة 16/7. انتهي لي بدر ومها، انتهي لي كل الاساتذه اللي في المكتب. خير يا استاذ؟ العيال خلعوا الاسد من مراته، كسبنا قضيه رشا الورداني. الف مبروك يا بطل. الله يبارك فيك يا فندم. لا خلاص، انت من النهارده هتسيب الدكه وهتبقى فرود اساسي في فريق فؤاد عسكر. يا باشا انا محامي، ألعب في خط الدفاع. وانت يا مها؟ نعم. انا واثق ان كان لك دور كبير قوي في القضيه دي. مها لعبت دور كبير قوي معايا. شوفوا بقى، انا كنت ناوي احتفل بيكوا هنا في المكتب، لكن رشا هانم لما عرفت اصرت انها تعمل لكم حفله على شرفك يا سي بدر.